بمناسبة ولادة النبي، هذه الولادة المباركة التي يحييها المسلمون في أصقاع المعمورة، بيان هذه العظمة لهذه الشخصية، لعلها من الواجبات على المسلم المنتمي إلى هذه الشخصية العظيمة، ولعلنا تحدثنا في أكثر من مورد عن بعض ما يمكن أن يبحث عن هذه الشخصية. القرآن الكريم الآن يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الله أرسل الرسل، وكمية الأنبياء الكثيرة وأسماءهم أيضاً لا نحصيها، لكن الجامع بين الأنبياء أنهم رسل من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الرسل أو هذا الكم الكبير من الرسل يدعو لشيء واحد، وهو الهداية، وكل التفريعات تنصب في هذا الجانب، وهو جانب الهداية. والهدى ضد الضلال، الهدى نور، الضلال ظلمة، الهدى بصيرة وبصر، والضلال عمى وكدورة وظلامات يتبع بعضها بعضا. الأنبياء هذه الوظيفة، وظيفة أن يقوموا بهداية الناس وفق منهاج الله تبارك وتعالى رسمه لهم. والذي يقرأ تاريخ الأنبياء يرى أن بعض الأنبياء قد تعاصروا في زمان واحد، أو البعض كان يبعث إلى قرية صغيرة أو أمة محدودة. نعم، بقية الأنبياء أرسلوا إلى أمم، وهناك قراءة لبعض الآيات الشريفة أن بعض الأنبياء بذل جهداً كبيراً وتحرك في أكثر من مكان من أجل الهداية.